مقارنه راضي في الحقيقه 45 دقيقه الاولى كما شفتوا التكتيك مو اول مره غادي نلعب فيه في الحقيقه تنحيي اللاعبات بزاف اللي اللي داروا طبقوه باحسن اداء كي شفتوا غلقنا جميع المنافذ لي المساحات خلقنا خلقنا مشكل للفريق الخصم الفريق الخصم كما تتعرفوه راه فريق اللي هو كبير اللي المنتخب الوطني مي الحمد لله بالموارد البشريه اللي عندنا استطعنا باش باش نكونوا في المستوى خاصة في 45 دقيقة، اللي دار فيه حز في النفس هو أنه الخطأ اللي, اللي واضح وكلير جدا اللي ما تعطاش لنا وكان مؤثر اللي في الحقيقة أثر علينا بزاف، آه كانت المطة الأولى كانت تخرج الاقل واحد 1-0 على الأقل تعادل، كان كنا نشوفوا نشوفوا مقابلة أخرى وسيستيم آخر، للأسف خطأ اللي تيدار بهذا الشكل ما نقولوش متعمد ولكن للأسف كان مؤثر وفي الدقائق الأخرى. اللي حطمتنا حطمتنا ذهنيا يعني ولكن حاولنا نرجعوا نرجعوا في, في المقابله كما شفتوا ولينا تلعبوا على لي كونتر اتاك آه ما يمكنش ندافعوا 90 دقيقه قدام واحد الخصم واحد الخصم اللي هو كبير كبير فريق اللي هو كبير جدا ضروري آه غيكونوا لي ديشي هو اللي كان الفرق اللي تاتى المسائل زعما اللي خولات بانه الفريق الخصم يستافد من هذوك لي ديشي ديالنا أخ اخطا كانوا هدايا في الحقيقه ما كانش تلعبات في الكره صوف تنظن هدف واحد اللي كان اللي كان ملعوب حنا في طور في راسنا في طور في طور, في طور في الميركاتو ان شاء الله تنحاولوا انتدبوا نتذبوا لاعبات اللي غادي يقدموا الاضافه الفارق لا خوف عليه ان شاء الله في في, في ان شاء الله غادي يكون احسن واحسن ان شاء الله الرحمن الرحيم أه، تنحيي اللاعبات حقها كاملين أه، تنقول للفريق ديال لي فار تبارك الله عليكم أه، اللي وفقهم وكذلك نستعدوا للمقابلات المقبله ان شاء الله في احسن وجه وتحيه لكم جميعا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونوا معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس اكثر من مجرد خبر